الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. أنا يوسف منصوري، عضو في جمعية أديال أسوسياسيون دو ديموكراسي لوكال بالقيروان. اليوم نحضر في مشروع هذا اللي هو يعنى بدعم استعمال الدراجة في مدينة القيروان، ميزون دو فيلو، دار الدراجة، نكرو فيها الدراجات للي جاي يحب يحوس في القروان ويحب مثلا يخرج للمعالم التاريخية ينجم يتنقل لها بالدراجة. هو يعني حلم إن شاء الله يولو اللي يجي للقروان ينجم يستعمل الدراجة، معناها يكرهها بسوم رمزي. وإضافة دار الدراجة هذه تصاحبها عدة خدمات أخرى كما العناية بالدراجة، معناها لونتروتيان، كما التصليح، كما توفير يعني مستلزماتها بصفة عامة من أضواء، من ملابس، من خوذات، من كل ملابس الحماية. عسلامة، مرحبا بكم. أنا اسمي ياسمين فرفور، مسؤولة عن الاتصال والإعلام بجمعية ألدا اللي هي الجمعية الأوروبية للديمقراطية المحلية. نحن لهنا في إطار مشروع أوتخمون، هو مشروع التهيئة العمرانية من أجل إعادة ابتكار التنقل وحث المواطنين على المشاركة. الهدف من هذه الورشة هي تقديم تفاصيل عن حول تمويل الجمعيات المحلية وكذلك حث المواطنين على المشاركة وعلى استعمال الدراجات الهوائية. بالنسبة لشركاء أوتخمون، دونك شركاء هذا المشروع، هما بلدية المهدية، بلدية ساسبور، بلدية القيروان، وكذلك سيغيما وكوداتشو. الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة.